نظمت اليوم بصنعاء ورشة العمل الخاصة باستعراض دراسة حول استخدام لغة العنف والكراهية والحرب في وسائل الإعلام وانعكاساتها على المجتمع اليمني. هدفها هو تشجيع الإعلاميين والصحفيين ووسائل الإعلام على الالتزام بلغة السلام بدلا عن لغة العنف والكراهية والحرب. الدراسة شملت 4 صحف حزبية منها الميثاق، الصحوة، الهوية والثوري. وقد تماخضت النتائج الرئيسية للدراسة أن هناك استخدام مفرط لقضايا العنف والحرب والكراهية في مختلف الوسائل الإعلام التي تم دراستها، مما أدى انعكاسه على المجتمع اليمني وأدت إلى تقسيمه بين كيانات متناحرة. ونطالب وسائل الإعلام أن تحد من عملية التحريض على هذه الأساليب والعمل على توحيد يعني المجتمع اليمني تحت أجندة قومية تساهم في المصالحة والوحدة الوطنية ويعتمد آلية الحوار كمبدأ أساسي بين الفرق السياسيين. كما شملت الدراسة بشقها الآخر مسحا ميدانيا لعينة من المجتمع بمعرفة مدى تأثير وسائل الإعلام على الجمهور المتابع. ونحن نعلم أن الصحافة في المنطقة العربية يعني لا تلتزم بالموضوعية بالشكل المطلوب، ولهذا كان لزاما على الباحثين والجامعات والمؤسسات سواء في القطاع الخاص أو منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية أن تعمل سويا في تقييم هذه الظواهر ومنها الظاهرة الإعلامية والوسائل الإعلامية. ركزت الدراسة على تناولات هذه الصحف لمفردات العنف والكراهية والحرب في تغطياتها. بمناسبة اليوم العالمي للسلام أطلقت المؤسسة بيان مناشدة لوزير الداخلية ولأمانة العاصمة ولوزيرة حقوق الإنسان، وذلك بجعل هذا اليوم يوم 21 من سبتمبر مدينة صنعاء خالية من السلاح. كمان قامت المؤسسة على هامش ورشة العمل اللي نفذتها اليوم مرسم حر بعنوان جدارية السلام. هكذا عبرت الأنامل عن حاجتها للسلام من خلال الرسم، كما أيضا ناشدوا أن يكون اليوم العالمي للسلام يوما خاليا من السلاح والمظاهر المسلحة ولو ليوم واحد. اليوم العالمي للسلام، فراس شمسان، YMC صنعاء.